فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما هو قولكم في من يصيبه المرض فلا يدعو لنفسه بالشفاء ويقول بأنه سيصبر ويكتفي بحمد الله، ويجعل قدوته في ذلك أيوب عليه السلام؟ أيوب عليه السلام دعا ربه: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله جل وعلا: فاستجبنا له، استجبنا دعاءه، ما ترك الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ، ولا أحد يستغني عن الدعاء أبدا، والدعاء عبادة، أعظم أنواع العبادة هو الدعاء. نعم.